السنين اللي فاتت احنا وصلنا لنسب عالية جدا من الزيادة السكانية، واللي كان اخرها او اخر مؤشراتها طبعا انه مدينة طنطا احتلت المركز الثاني في قائمة المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم عام 2022. انتوا متخيلين احنا وصلنا لإيه بالكثافة السكانية بتاعتنا، وده بعد مدينة بنجلاديش اللي بتيجي في الترتيب رقم واحد للكثافة السكانية، وده وفقا طبعا لموقف اسمه ستاتيستا. اوكي ستاتيستا، وده بالتأكيد هياخدنا لأهمية تنظيم الأسرة. احنا اتكلمنا وبنتكلم عن جودة الخدمات اللي هتتقدم لينا ولأولادنا كمواطنين، فلما مدينة مصرية توصل لأنها الأعلى كثافة سكانية في المركز الثاني على مستوى العالم، ده هيشكل ضغط على إيه؟ على المواصلات، على المدارس، على المستشفيات، وهتفضل الدولة تجري علشان تواكب الزيادة دي وما تأثرش في شيء ولا حتى في الخدمات اللي بتقدمها. طب وبعدين لو احنا فضلنا كده، تفتكروا مين فينا يرضى لنفسه ان هو ما يبقاش عنده كل الرفاهية في الحياة، ان هو يستمتع بحياته بالخدمات الصحية والمدرسية والسكانية وكل المبادرات اللي بتتقدم دي؟ لو انتوا تخيلوا كده نفسكم لو كل ده اتشال او كل ده اتلغى من حياتكم، هنعمل ايه؟ بالتالي احنا ما نرضاش ده لاولادنا، ولا نرضى ده لمستقبلنا ولا لمستقبلهم. ده غير كمان يعني حضرتك كأب فكر كده مع نفسك، تصرف على طفلين وتربيهم كويس وتعلمهم كويس وتلبسهم كويس، ولا يبقى عندك 5 عيال ولا عارف تربي ولا عارف تسمعهم وتقعد تدي لكل واحد حقه كده في انك تسمعه وتسمع مشاكله وتحلها له وتربيه وتكبر له مخه، ولا تأكلهم كويس ولا تعلمهم كويس؟ طب المنطق والعقل بيقول ايه؟ انا هسيب علامة استفهام دي لحضراتكم تردوا عليها بنفسكم، انا مش هرد عليها بالرغم ان انا مواطنة زيكم، واكيد اكيد بفكر في ده كتير قوي، واكيد والله يعني انا عارفة ان في ناس كتير بتفكر في العزوة ونفسها في عيلة كبيرة، ولكن فكروا في حقهم عليكم، ما هو ربنا عرفناه بالعقل يا جماعة. فشوية تفكير كده في الموضوع، ربنا يكرمكم عشان بس ما تظلموش اولادكم، لانه الحقيقة ان هم اللي بيدفعوا الفاتورة في الاخر. احنا بنخلف ونجيبهم للدنيا ونسيبهم بقى نشوف احنا ورانا ايه، ونفضل نجري عشان ورا لقمة العيش عشان نحقق لأولادنا حياة كريمة وما احناش عارفين. فيعني برضو التفكير كويس والعقل زينة زي ما بيقولوا، فخلينا كده ورا التفكير السليم والمنطقي والعقلي. فكرة تنظيم الأسرة، فكرة طبعا احنا اتكلمنا النهاردة كتير عن تنظيم الأسرة، فأنا عايزة أقول لكم بقى احنا محضرين ايه النهاردة لحضراتكم. احنا محضرين مفاجأة كبيرة جدا لكل السادة مشاهدين مشاهدي أنتي، فقرة تهم كل أم علشان اللي عايزة تحدد النسل واللي بتفكر في الموضوع والمشاكل اللي بتواجهها مع وسائل منع الحمل، لأنه شفت ده برضو كتير جدا، وأمهات كده بيقولوا مش عارفين يروحوا لأنهي وسيلة، طب أنهي وسيلة هتنفعني، طب هل هي فعلا هتجيب نتيجة ولا لأ. فكرة تنظيم الأسرة، او قبل ما نروح للفقرات طب خليني اقول لكم هحكي لكم فكره تنظيم الاسره ظهرت ازاي. تنظيم الاسره ظهرت لاول مره من اكتر من 100 سنه، وبدايتها كانت او بداتها كانت الدكتوره الامريكيه، وهي دكتوره اسمها مارجريت سينجر، فتحت عياده لتنظيم الاسره ووزعت منشورات تروج فيها او تروج بيها للفكره، وده عرضها للقبض عليها مرتين واتحكم عليها ب 30 يوم علشان بتروج لافكار خطيره. تعالوا بقى نشوف الفكره وصلتنا لفين لعام او في عام 2022، وموانع الحمل تنوعت قد ايه بالنسبه للستات وكمان للرجاله.